أحسن الله إليكم. تقول هذه السائلة: إذا كان الإنسان يتوضأ أو يصلي وفكر أن يقطع هذا الوضوء أو هذه الصلاة ثم أكملها وأتمها، هل الوضوء أو الصلاة صحيحة أم تنقطع بمجرد التفكير؟ أما إذا كان هذا من باب الوسواس فإنه لا يلتفت إليه، أما إذا كان هذا من باب الحقيقة وهو أنه نوى قطع الصلاة فإنها تنقطع، فإن الصلاة تنقطع لأنه فقد النية، ومن شروط صحة الصلاة وجود النية واستمرارها إلى الفراغ من الصلاة، فإذا قطع النية بطلت الصلاة. وكذلك الطهارة، إذا نوى قطعها فهو يتوضأ فإنها ينقطع وضوءه، فلا بد من استئنافه من أوله. أما إذا كمل الوضوء وانتهى ثم نوى قطعه فإنه لا ينقطع إلا بالحدث، إذا كمل الوضوء وانتهى ثم نوى قطعه ثم عدل عن نيته فطهارته باقية ولا ينتقض الوضوء إلا بالحدث. نعم.